بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيبوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي الشجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فصل في أحكام الطلاق، وتكلمنا في الفصل في الجلسة الماضية، وكانت أول جلسة، في أقسام الطلاق من حيث وقت وقوعه، ومن حيث نفوذه، ومن حيث الصيغة. فمن حيث الصيغة صريح وكناية، ومن حيث وقت وقوعه إلى طلاق بدعي وطلاق سني، ومن حيث تنجيزه إلى طلاق معلق وطلاق نادر. يبقى إيه، له تقسيمات عديدة. يقول هنا: فصل في أحكام الطلاق، وهو لغة حل القيد، وشرعا اسم لحل قيد النكاح. كان حقه طبعا الشيخ الخطيب الشربين يزود عليها حاجة، عشان كده حل لقيد النكاح ده ممكن يبقى بالفسخ، ممكن يبقى بالخلع كده، ممكن يبقى بالطلاق، ممكن يبقى بالموت. لكن حقه كان يقول ايه؟ بلفظ الطلاق. كان عشان يبقى ايه، احنا بنتكلم في الطلاق، فكان حقه يزود يعني. عشان كده الخطيب الشربيني قال بلفظ طلاق او نحوه، علشان ايه؟ يبقى كده بيتكلم في الطلاق. انما بيقول حل قيد النكاح مطلقا، فقيد النكاح بيتحل بطرق كتير غير الطلاق، صح ولا لا؟ يبقى لازم هنا كان حقه يقول اذا، عشان كده الخطيب الشربيني زود كلمه بلفظ طلاق او نحوه، حل لقيد النكاح بلفظ طلاق او نحوه. ويشترط لنفوذ نحو، ليه بقى؟ علشان يدخل كنايات الطلاق، يعني كنايات. ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار، اما ما ينفعش طلاق من غير مكلف، ولا من مكره، ولا من مجنون، ولا من صغير. واما السكران فينفذ طلاقه عقوبه، لو قلنا السكران بالتعدي، المتعدي بسكره. اما غير المتعدي بسكره، زي واحد في غيبوبه، في مرض، في شيء من هذا، فلا ينفذ طلاقه. ضربان، يبقى هيقسمه حسب لفظه، حسب الصيغه، الى نوعين: ضربان صريح وكنايه. يبقى من حيث الصيغه ينقسم الى صريح وكنايه. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكنايه ما تحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم ارد به الطلاق لم يقبل. واحد بيقول لمراتي انت طالقه، ويقلقل القاف كده، وفي الاخر يقول انا ما اقصدش. ايه ما اقصدش دي؟ يقع. واضح؟ لانه لفظ صريح، لا نسال فيه على النيه بقى. انما لو قال لها انت تالك بالتاء كده، لا نساله انت قصدك ايه؟ لان ده مش لفظ فيه طلاق. او قال لها انت بلغه المصريين طالق بالهمزه، نقول له انت قصدك ايه؟ فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ لكن لو لفظ صريح طه لام قاف انتهينا، مفيش. ولا تقول لي اروح دار افتاء ولا غيره، ما تروحش. تروح فين؟ هي كده وقع خلاص. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق وما اشتق منه، كطلقتك وأنت طالق، ومطلقة أو ومطلقة، كمان مطلقة ومطلقة
اثنين يمشي. طيب واحنا واقفين على قوله والفراق والسراح، دي من ضمن برضو الالفاظ الصريحة، تفارقتك انت مفارقة وسرحتك وانت مسرحة. ومن الصريح ايضا الخلع ان ذكر المال، لان احنا قلنا لو خالعها على غير عوض وقع طلاق رجعي، واضح؟ لكن لو ذكر العوض بقى خلع. فهم؟ يعني قالت لو اخلعني نوبك ثواب في اخلعني، قال خلعتك وما قالوش عوض، وقع طلاق رجعي، واضح؟ لكن لو قال له اخلعني ولك 100,000 جنيه مصري، قال انت قال مخلوعة، يبقى ده خلع مش طلاق رجعي، خدت بالك؟ يبقى طلقة بائنة بقى، حكم حكم الطلقة البائنة يعني. وعلشان كده قال ايه؟ وايضا الخلع ان ذكر المال وكذا المفاداة. حقه كان يقول ان لم يذكر المال لانه بيتكلم على الطلاق، لكن قال ان ذكر المال. طب ما ان ذكر المال بقى خلع، انت بتتكلم على الطلاق، ايه دخلت دي في دي؟ فهمت بقى؟ فكان حقه يقول ان لم يذكر العوض، لانه كمان كلمه المال كلمه ضيقه، العوض اوسع، واضح؟ يدخل فيه المال وغيره. ولا يفتقر صريح الطلاق الى النيه. طب نيه ايه بقى؟ حكايه واضحه. ويستثنى المكره على الطلاق. المكره على الطلاق صريحه زي الكناية، واضح؟ طالما مكره فصريحه كناية في حقه إن نوى وقع. يعني واحد مكره فطلق وهو كان ناوي يطلق تحت الإكراه، يقع طلاق برضه، ما هو ناوي، فاهم؟ لكن لو هو مكره وتلفظ بالطلاق وهو لا ينوي الطلاق، يبقى لا يقع الطلاق، واضح الكلام؟ والا فلا. نقف عند الحته دي اما نشوف هنخلص كلام الشيخ البيجوري عشان ما نخش بعد كده نخش في الكنايات. يقول والفراق والسراح اي ما اشتق منهما بقرينه قوله تفارقتك وانت مفارقه او مفارقه، تنفع الاثنين، مفارقه يعني من قبلي او مفارقه ليا، تمشي الاثنين، فتح القاف كسرها ماشي. وسرحتك وأنت مصرحة بخلاف ما إذا قال أنت فراق أو سراح فهو كناية، ومثله ما لو قال أنت فرقة أو سرحة أو طلقة أو طلقة. ومن الكناية نقول له طلقة، يعني طلقة مدفع يعني، ولا طلقة إيه؟ فنسأله بقى. ومن الكناية فارقيني، لا يقال انه مشتق من الفراق وهو صريح، لان نقول محل صراحته اذا اسنده اليه كقولي فارقتك. لو قال لها فارقيني هو ده الفراق، اهو قال لك ما كان هو صح من الفراق، الا انه كنايه برضه مش من الالفاظ الصريحه، لانه ما نسبوش، لازم ينسبه يقول فارقتك. يعني احنا بنتلكك لهم بالعربي عشان نخليه كنايه، علشان نديله فرصه نساله قصدك ايه. الفقيه مش عايز يخرب البيت، الفقيه عايز يلصم الحكايه وتمشي تستقر الحياه، ده هدف الفقيه، عشان كده مش بيتلكك له اي لفظ كده مشتبه، يقول له كان قصدك ايه، علشان ايه يحوله لكنايه ما يحولوش لصدق، لان الشرع غير متشوف للطلاق. ومن الكناية فارقيني، لا يقال إنه مشتق من الفراق وهو صريح، لأن نقول الرد عليه إيه؟ محل صراحته إذا أسنده إليه كقوله فارقتك، بخلاف ما إذا أسنده إليها ألا فارقيني. طب افرض هي ما فارقتهوش، فاهم؟ يبقى الأمر في إيدها، كأنه زي المعلق، يعني فارقيني وقتما تحبي، إنما يقول فارقتك يبقى نسبه لنفسه، خدت بالك؟ ومن الصريح أيضا أي كما أن منه ما تقدم الخلع إن ذكر المال أي أو نوى، وقول وكذا المفداء أي فهي صريحة
إن ذكر المال أو نوى، فإن لم يذكر المال ولم ينوي فلا يكون كل من الخلع والمفاداة صريحا، بل يكون كناية. وإن أضمر التماس قبولها وقبلت على المعتمد كما تقدم تحذيره في الفصل السابق، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، لا يفتقر صريح الطلاق إلى النية أي إلى نية الإيقاع، لأنه لا يحتمل غير الطلاق، فلا يتوقف وقوع الطلاق فيه على نية إيقاعه، بل يقع وإن نوى عدمه. نعم، لابد من قصده اللفظ لمعناه، علشان يقع لابد من قصده اللفظ لمعناه، يعني عند وجود الصارف كما مر. يعني افرض هو قاعد بيغني بيقول أنتي طالق أنتي طالق أنتي طالق ومغنيه، يقصر يغني ما يقصدش وقوع اللفظ، ومراته معديه بتقدم له الشاي وقاعد هو شغال في الدندنة الاغنيه، لا يقصد وقوعه، يبقى لا يقع. انت بقى يعني لازم يكون قاصد اللفظ نفسه، مش بيقوله لاي حاجه تانية. نعم، لابد من قصده اللفظ لمعناه عند وجود الصارف كما مر. ولو وكل سيد الامه زوجها، ولو وكل سيد الامه زوجها في عتقها فطلقها أو أعتقها وقصد الطلاق والعتق معا، وقعا بناء على إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. دي سورة برضو ثانية، وإن كان مش هتبقى موجودة لكن ليها تطبيق من حيث الفقه. يعني لو واحد يملك أمة، هذه الأمة زوجها لزوجها ووكل زوجها أن يعتقها، كويس؟ ولو وكل سيد الأمة زوجها في عتقها، فأم الزوج عمل إيه؟ فطلقها أو أعتقها وقصد الطلاق بلفظ العتق، قال أنت عتيقة، وقصد معه الطلاق يقع، أو قال لا أنت طالق وقصد معه العتق يقع الاثنين، واضح؟ وقصد أو أعتق وقصد الطلاق والعتق معا، وقعا بناء على إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا أقل الطلاق، قال لها كده. كل دي على فكرة صيغ بياخدوها من الواقع الفقهاء، يعني قال واحد قال لمراته كده، فهمت؟ فيروح جايبها من الواقع ويروح حاططها أمثلة عشان يمرنك، لأنه ممكن يكون تعرض لمثل هذه المواقف، واضح؟ ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا أقل الطلاق، وقعت ثلاث، لأن الأقل الذي استثناه يصدق ببعض طلقة فيبقى من الطلقة بعضها فتكمل. ولو قال أنت طالق طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا، بتدلع بقى، خد بالك؟ فنقل عن بعضهم انه افتي بوقوع طلقه، لان لا نكمل النصف في جانب الايقاع فيصير الواقع طلقتين، ثم استثنى منه طلقه ونصفا فيبقى نصف طلقه فتكمل، وخالف في ذلك بعضهم فاوقع طلقتين، لانه اوقع طلقه ونصفا فكملنا ذلك طلقتين، ثم رفع بالاستثناء طلقه ونصفا فكملنا ذلك طلقتين في الرفع كما كملنا ذلك طلقتين في الإيقاع، فقد استثنى طلقتين من طلقتين وهو مستغرب، فيلغو الاستثناء ويقع طلقتان. يعني الفقهاء اختلفوا في المسألة دي، بعضهم أوقع طلقة واحدة وقال نلغي الإيه النص، وبعضهم قال لا ده احنا نجبر النص ويبقى نلغي الاستثناء لأنه يبقى ده لغو ونوقع طلقتين. ولو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير، وقع ثلاث، لأن قول لا قليل يقتضي وقوع الكثير وهو الثلاث. أصل لما يقول لا أنت طالق لا قليل ولا كثير، في لحظة لطيفة من أول ما قال لا قليل يبقى طلق الثلاث، وبعدين قال ولا كثير بعدها لم تجد محل، يبقى كلمة ملغية. فهمت بقى إزاي؟ يعني طلقت بكلمة لا قليل الثلاثة مرة واحدة، يعني كده ضاف كلمة ولا كثير، لما أضافها كانت هي خرجت فلم تجد محل. فهمت بقى؟
ولو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير، وقع ثلاث، لأن قول لا قليل يقتضي وقوع الكثير وهو الثلاث، وقول بعد ذلك ولا كثير يقتضي رفعه بعد ثبوته، والواقع لا يرتفع بخلاف ما لو قال لها أنت طالق لا كثير ولا قليل، لو عكس فإنه يقع طلقة واحدة، لأن قول لا كثير يقتضي وقوع القليل وهو طلقة، وقول بعد ذلك ولا قليل يقتضي رفعه بعد ثبوته، والواقع لا يرتفع. ولو قال لزوجته إن قبلت ضرتك إن قبلت ضرتك فأنت طالق، فقبلها ميتة لم تطلق، لأن لما ماتت ما بقتش ضرتها، خرجت بقى عن حدود الدنيا بقى وتكاليف الدنيا، بخلاف تعليقه بتقبيل أمه فإنها تطلب بتقبيلها ميتة أو حية، لأن هي الموت ما إيه لا يمنع الأمومة، تفضل أمه برضه وهي ميتة. ده طبعا على الوجه إن بمجرد الموت انقطع إيه عقد النكاح، ده وجه. في وجه تاني يقول لك لا ما انقطعش، بدليل إنها بترثه، وإن إيه وإن هو نفسه لا يستطيع يعني انها بترثه، يعني في نوع من العلقه بينهما. فانها تطلق بتقبيلها ميته، والفرق ان قبله الضره المقصود منها الشهوه ولا شهوه بعد الموت. وقبله الام المقصود منها الشفقه والاكرام، ولا فرق في ذلك بين الموت والحياه. ولو قال لزوجته ان دخلت البيت ووجدت فيها شيئا، إن دخلت البيت ووجدت فيها شيئا من متاعك ولم أكسره في رأسك فأنت طالق. فدخل ووجد من متاعها هونا، هون يعني عارف الهون ده حاجة كده ضخمة جدا من النحاس، يعني طلقت حالا على المعتمد، كما نقله الرملي عن إفتاء والدي قبيل كتاب الرجعة، لأنه من قبيل التعليق بالمحال نفيا كأن لم تصعد السماء فأنت طالق، فإنها تطلق حالا خلافا لمن قال لم تطلق فهو ضعيف، فقول المحشي لم تطلق على المعتمد ليس بمعتمد، وقيل تطلق باليأس بموتها أو موته، لما يقول لها على حكاية إيه أنت طالق إن لم تصعدي للسماء فأنت طالق، وما قالش الآن ما يقعش، لأن ممكن تطلع السماء تصعد السماء في أي وقت وينقضي الحد ده بموتها، واضح، لأنه ما حددش وقت معين. على أي حال كل دي صيغ وردت على الفقهاء دول أيام ما كانوا قضاء أو يستعملوا الفتوى، فإيه بتجي لهم صيغ غريبة كده، وساعات تحير الفقيه، يجي الواحد قايل صيغه غريبه الفقيه احتضن. ويستثنى المكره على الطلاق فصريحه كنايه في حق، اي لا ان قرينه الاكراه تصرفه عن الصراحه، وبهذا يلغز ويقال لنا صريح يحتاج لني، لنا يعني طلاق صريح يحتاج لني، ايه هي؟ سؤال كده لطيف. المكره الذي اكره على الطلاق وقصر الطلاق، او ده صريح ويحتاج لنية، كويس، لان بغير نية طلاق المكره لا يقع ولو كان صريح. وقول ان نوى وقع والا فلا، فالشرط في وقوع الطلاق على المكره نيته ولو صريحا. واما الوكيل في الطلاق فالشرط في حق تعيين الزوجة للموكل في طلاق الموكل في طلاقه إذا كان لموكله زوجة أخرى، كما رجحه في الخادم لتردد بين زوجتين، فلا بد من تمييز المطلقة عن غيرها، وهذا غير نية الإيقاع التي الكلام فيها، فلا وجه الاستثناء من عدم احتياج الصريح للنية. صورة الوكيل، وكلت إنسان أن يطلق إحدى زوجتيك، فلا بد أن تعين له مين، واضح؟
طيب لو ما عينتلوش يبقى لفظك ده والوكالة دي ما زالت وإن كانت بلفظ الطلاق تحتاج لنية لأنها ما حددتش. لازم يحدد. واضح؟ لو ما حددتش تبقى معلقة لحد ما إيه ما يحدد. وأما إذا لم يكن لموكله غيرها فالظاهر عدم اشتراط التعيين، هو لا يملك إلا زوجة واحدة، ووكله لتطليق زوجته، خلاص مش محتاج يعين، ما هو مالوش لا يملك إلا واحد. ثم يقول بعد ذلك في الهامش: والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا، وكناية الطلاق كأنت برية خالية للحق بأهلك وغير ذلك مما هو في المطولات. يقول هنا قوله والكناية، أيوة إيه؟ ما هو الإغلاق لا طلاق في إغلاق، يعني في إكراه، فهموه كده، الإغلاق هو الإكراه. في بعض العلماء قال لك الغضب، الإغلاق هو الغضب، ولكن الغضب الذي يفقده عقله وتمييزه، وده نادر، وساعتها يبقى برضه لا يقع طلاقه لأنه إيه؟ غلب على عقله كسر كالمجنون. والكناية أصل الكناية الخفاء والإيماء إلى الشيء من غير تصريح به، فلما كانت الألفاظ الآتية فيها خفاء وإيماء إلى الطلاق من غير تصريح به سميت كناية. قول كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، أي وغير الطلاق، مثلا قوله أنت برية يحتمل الطلاق لكون المراد برية من الزوج، ويحتمل غير الطلاق بكون المراد برية من الدين أو من العيوب وهكذا. ولذلك قال الرافعي: هي ما احتمل معنيين فصاعدا، اللي هي تعريف الكناية، يعني ما احتمل معنيين فصاعدا، وهي في بعض المعاني أظهر وتكون ظاهرة في بعض المعاني. وقال البغوي في تهذيبه: هي كل لفظ ينبئ عن الفرقة وإن دق، فالعبارات كلها رجع إلى معنى واحد، قول ويفتقر إلى نية، إلى النية، أي ويفتقر في وقوع الطلاق إلى النية، لأن اللفظ متردد بين الطلاق وغيره، فلا بد من النية لينصرف للطلاق دون غيره، ويكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو من آخره أو وصفه على ما رجحه ابن المقري وهو المعتمد، فلا بد من النية لينصرف للطلاق دون غيره، ويكفي اقترانها ببعض اللفظ، يعني يقول اللفظ ويكفي اقترانه ببعض اللفظ. احنا عندنا مثلا في الصلاة، فاكر انت النية، يقول لك تقترن من اول الف الله الى راء اكبر كده. هنا بقى لا، يكفيك النية في لفظ الكناية ان يقترن ولو بجزء من اللفظ، واخد بالك، بجزء من اللفظ. ويكفي اقترافها اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله، فين التاني؟ مايلين شاي وقهوة. عندي شغل بعد الدرس، عندي عملية الساعة 9:30 بالليل. ويكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو من آخره أو وسطه على ما رجحه ابن المقري وهو المعتمد. وقيل اشترط اقترانها بكل اللفظ كما في المنهاج وأصل. وقيل كل دي أوجه، على فكرة كل قيل من دي أوجه، ففي المسألة عدة أوجه. وقيل يكفي اقترانها بأوله وتنسحب على ما بعده، فالأقوال في ذلك ثلاثة. وهل اللفظ الذي يعتبر قرن النية، أي يعتبر قرن النية به لفظ الكناية كخلية وبرية،
إلى آخره، أو يكفي اقترانها بأنت من أنت بائن مثلا، صوب في المهمات الأول. الأول اللي هو اللفظ اللي فيه الكناية، كلام في النية في اللفظ اللي فيه الكناية، ده الأول. والثاني ممكن حتى النية في لفظ أنت قبل ما يخش في اللفظ اللي فيه، لأن الكناية هي التي تحتاج إلى النية، والأوجه الاكتفاء بقرنها بأنت، لأنه وإن لم يكن من الكناية فهو كالجزء منها، لأن المقصود لا يتأدى بدونه. نعم. مات ما نعرفش خلاص، ولا حاجه مش عندنا اي حاجه، مات خلاص. النية معنا هسأله، يفضل مراته بقى تورث وكل حاجه، مفيش حاجه، خدت بالك؟ لا، هي الفكره بتيجي ازاي؟ الصوره ان قال لها انت وبعدين شرق، واحد بقى يكح وينف ودخل الحمام وتقايل ورجع تاني قال لها بري، فهمت؟ ففي لفظ كانت نيته مع انت، وبعدين ايه بعد كلمه بريه دي كان بيكمل بقى اللفظ، فاهم؟ او جاله مكالمه هو بيقول، فانفصلت اللفظتين وكانت النيه مع احدهما، فهل لازم تبقى مع الاولى ولا لازم مع الثانيه؟ فهمت بقى المساله؟ فصورتها كده، صورتها في الوفاه. قوله فان نوى بالكنايه الطلاق وقع، أي لانصرافه إلى الطلاق بالنية. وقول وإلا فلا، أي وإن لم ينوي فلا يقع لعدم قصد الطلاق. وكناية الطلاق قد ذكر المصنف في بعض نسخه بعضا منها، حيث قال بعد قوله ويفتقر إلى النية مثل أنت خالية إلى آخره، وعليها شرح الشيخ الخطيب كأنت، قوله كأنت برية أي من الزوج لأني طلقتك، فيقع الطلاق وإن قصد ذلك، أو من الدين أو من العيوب فلا يقع الطلاق إن لم يقصده. وقول خلية أي من الزوج لأني طلقتك، أو من المال أو العيال فلا يقع الطلاق بذلك إلا إن قصد. قول الحقي بكسر الهمزة وفتح الحاء الحقي، وقيل بالعكس الحقي، وجعله المطرزي خطأ. وقوله بأهلك، بأهلك أي لأني طلقتك فتطلق وإن لم يكن لها أهل. قوله وغير ذلك مما هو في المطولات، أي كأنت بتة من البت وهو القطع، أي مقطوعة، مقطوعة النكاح لأني طلقتك، أو مقطوعة الأهل فليس لك أحد، أنت بتلة متروكة، متروكة، متروكة النكاح لأني طلقتك، أنت بائن على اللغة الفصحى والقليل بائنة، أنت علي حرام أي محرمة، أي لأني طلقتك، أنت كالميتة أي في التحريم، فشبه تحريمها علي بالطلاق بتحريم الميتة. اعزبي أو اعزبي بعين مهملة ثم زاي معجمة، أي صيري عزبا لأني طلقتك. اغربي بغين معجمة ثم راء مملة، أي صيري غريبة بلا زوج لأني طلقتك. ابعدي أي عني لأني طلقتك. اذهبي، كل دي صيغ تحتاج لنوايا يعني. اذهبي وهو بمعنى ما قبله. تقنعي أي استري رأسك بالقناع. بكسر القاف وهو كالمقنع، كالمقنعة
كالمقنع بكسر الميم ما تغطي به المرأة لرأسها وهو المسمى عند الناس بالطرحة. استبرئي رحمك أي لأني طلقتك، فيقع الطلاق وإن لم تكن مدخولا بها. لما يقول حتى استبرئي رحمك حتى ولو لم تكن مدخولا بها وقصد الطلاق يقع الطلاق. وتجردي وتزودي وتزودي دعيني وداعيني وحبلك على غاربك أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وحبله على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق اللي هو الغارب، يعني الغارب ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق. ولا أنده سربك أي لا أهتم بشأنك من النده وهو الزجر، والسرب بفتح السين أو السرب بكسرها وسكون الراء الجماعة من الضباء والبقر، فيجوز هنا الفتح والكسر. ولا حاجة لي فيك لا سبيل لي عليك. وذوقي أي مرارة الفراق، وكلي واشربي أي زاد الفراق وشرابه، أزاد الفراق وشرابه، أو كلي واشربي من كيسك لأني طلقتك أنت وشأنك أنا منك طالق أو بائن، فارقيني عليك الطلاق على الحلال علي الحلال علي الحرام فارقيني أو بائن، فارقيني عليك الطلاق علي الحلال علي الحرام، بخلاف قولي عليه السخام أو اللطام فليس صريح. الألفاظ إيه؟ ألفاظ الفلاحين. بس هو كان بيجي له فلاحين بقى ياخدوا رأيه، هو بيجوري بقى مش بجور. بس كلمة السخام دي يقولها الفلاحين كتير. أو اللطام فليس صريحا ولا كناية. وكذلك بارك الله فيك بخلاف بارك الله لك فهو كناية. وكذا لو حلف شخص بالطلاق فقال الآخر وأنا من داخل يمينك فيكون كناية في حق الثاني. وبالجملة فألفاظ الكناية كثيرة لا تنحصر طبعا، والضابط هو ما احتمل الطلاق وغيره، وخرج بذلك ما لا يحتمله نحو قومي واقعدي وأطعميني واسقيني وزوديني وأشبه ذلك، فلا يقع به طلاق وإن نوى لأن اللفظ لا يصلح له. ونقف على فصل والنساء فيه أي الطلاق ضربان، ده المرة الجاية إن شاء الله، اللي هو إيه؟ سنة وبدعة، يعني على حسب بقى ايه زمن وقوعه. لو وقع وقت حيض او طهر مسها فيه يبقى ايه طلاق بدعة، ويقع ايضا طلاق البدعة، فهنتكلم عنه ان شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.